هل فعلا انغلقت مداخل ميناء الفاو وميناء خور عبد الله الان فعلا الكويت اغلقت ام لا؟ بالمنطقه الاقتصاديه استبين لك اياها بس على السريع. من خط الاساس 12 ميل بحري بحر اقليمي، بعدها متاخم هم 12 ميل، بعدها يمتد المنطقه الاقتصاديه. ايران والكويت تقابلوا بيناتهم اخذوا المنطقه الاقتصاديه ونطول ظهرهم للعراق. احنا بالنسبه لنا اعترضنا. انتم المتخصصين، ايش قد صار لكم ما قعدتوا مع الجهات الكويتيه؟ انا عندي معلومه أن اللجان الفنية المتخصصة بهذا لم تجتمع خلال هاي العشر أشهر إلا شهر واحد. من الذي عطل الحوار مع الكويت؟ الكويت عطلت الحوار لو الحكومة العراقية عطلت الحوار؟ لا، الكويت عطلته. نعم، أكو اجتماعات دورية بين لجان فنية دبلوماسية ونقدر نقول قانونية وسياسية. هذه اللجان مشتركة تعمل سوية ويصير لقاءات واجتماعات مشتركة بين العراق والكويت على هذا الأساس، مرة عندنا ومرة عندهم. لكن الكويت فاجأتنا، أرسلت مذكرة احتجاج وإحنا نتفاوض وياهم. هاي ما صاير لا بالعرف الدبلوماسي ولا بالقانون الدولي. قبل إيش قد هذا ولا دكتور؟ بالاتفاقيات العفو قبل حوالي أشهر، ما أريد أحدد بالضبط. أيه. أرسلت وصار اعتراض من الجانب العراقي. أول مرة يصير اعتراض من الجانب العراقي، وتحية للجنة العليا. هذه اللجنة قدمت اعتراضها وطلبت من الجانب الكويتي سحب المذكرة. شلون أنت يعني شلون هساني قاعدين نتفاوض ونحكي وأنت جنابك تضربني كفخة وتقول لي عزيزي خل نستمر نكمل؟ لا، ما كمل. لو تنسحب هذه وارق، انا اقولها امام الجميع بمذكرتها على رسالة احتجاج. يا دكتور، على ماذا احتجت الكويت في مذكرتها؟ هم ارسلوا الامر الاميري، ناقشناه واحنا ارسلنا الامر وناقشناه وكملنا، حطينا اعتراضنا عليه. هذين النقاط ماذا كان يقول الامر الاميري؟ نقاط عندنا اعتراض عليه. هذا حكي مهندسين وحكي فنيين وحكي كابتنية. الأمر الأميري كان يطلب المساحة جماعته. شردون بالأمر الأميري، الأمر الأميري الخرائط الموجودة يمك اللي أنت جنابك قلت هي هاي جزء اللون الأصفر الديل ما يدور، طلعها إذا عندك، اعرضها حتى يشوفها الجمهور. هذا الأمر الأميري حدد بحر قلي اللي بيها الخارطة اللي شمال خليج العربي كلها دير ما يدورها لون أصفر والداخل ابيض، اللي هي خارطه رقم 4. اعطوني اياها يا شباب. هي نفسها خارطه رقم 4. نعم، هذه الخارطه سيد نجيم اللي عرضتها الكويت والامم المتحده وطلبنا من عندهم يزودونا بها حتى ندرسها. من درسناها شفناها ماخذه. لا، مو هذه. اي، اكو خارطه لون اصفر دير ما يدور باقي ابيض. شيل هاي الخارطه، هاي شيلها هساني. هذه جزيره مثل مال الكويت. اي اكمل دكتور. نعم. أي. هذه مثل مال الكويت حددت ورسمت وكذا، هم ومهندسيهم ودبلوماسيهم وباركولهم السياسيين. احنا بالنسبه لنا ايضا كلجنه قدمت اعتراض وحددت. نعم. بيها ورسمنا مثل ما رسموا هم ورسمنا احنا. صار تداخل، صار تقاطع، صار كذا. نعم. مثل ما هم يريدون احنا نريد. زيح. هذا حق بلدنا، هو يسعى اليه احنا نسعى اليه، وعليه الخارطة التي قدمت اعترضنا عليها. زعلوا دزونا مذكرة، مو لنا بس مذكرة، دزوها المؤتمر الاسلامي، مجلس التعاون الخليجي، للجامعة العربية. هو هذا اللي ما مقبول. زين، طيب انتو صار الزعل بين الدولتين، اين كان دور وزارة الخارجية العراقية بالوصول الى حل توافقي؟ هل ما زال الزعل مستمرا حتى هذه اللحظة؟ بالتالي احنا اللي يحل قضيتنا لازم الامم المتحدة. هيجي احنا الزعل ما وصل لحد حتى نعبر الامم المتحدة ولا لحد محكمة البحار والى اخره. اي، الزعل زعل اخوان.
الكويتيين يسمعوني من يناقشونا يتكلمون معانا من مستوى أعلى وكأنما هو قاضي وأنا متهم، يتكلم معي من مستوى أعلى من مستواي، ينظر لي وكأنما شيء قدم أنا وافق. ماكو بعد هذه، ما ظل. أنتوا بالنسبة لكم متجاوزين علينا، اسحبوا مذكرتكم أو عدلوها وقولوا مو كذا. يعني ما يصير هسه أنت ضربتني كفخة، اعتذر وقول يابا غصب عني جت غلط وتريدني أفاوضك. أنا شخصيا بالنسبة لي يجوز أفاوض هنا داخل العراق وأقعد، بس ما أقعد بعد ويا الكويتيين، لأن هذا يدل على عدم الاحترام. وإذا سووا مرتلخ شكوى ثانية علي أطلب من رئاسة الوزراء حمايتي والدفاع عني. ما أقبل بعد أني دولة مجاورة عندما أدافع عن حقوق بلدي تشتكي علي، واللي يشكيهم أعلنها بالأسماء بعد. حق لا. بلدنا هذا حق بلدنا، مثل ما هو يخاف على أرض ومياها أنا أخاف. احنا الآن نتكاشف أمام الشعب العراقي وأمام الكويتيين وأمام العراقيين. اللي مقصر الآن يجب أن يعلن اسمه. بعدين ليش وصلنا إلى حال الكويتي يشوفك من منظار أعلى؟ شنو صار بالدنيا؟ لازم أكو خلل باللجان. شنو يشوفني؟ شنو سن المعلم علي؟ قوي، رد مرتب وقوي. رئيس اللجنة وإحنا وياه رد قوي يليق بالمقام، واعترف عليهم وقال لهم حتى ما نجتمع خلي يسمعون العراقيين. إحنا بعد مثل ما هم شفافين ويعلنون إحنا نعلن، اللي ما يريدونه أروح أقعد ببيت يعني ما أشتغل. يا إما هاي الخبرة كلها تلقفيناها بشغل وقضايا مثل ما يقول نشرف، وإحنا أهل مساحة وإحنا دا نشتغل ويا الكوادر الجديدة وننطي خبرتنا، اللي ما يريدنا نروح نقعد ببيتنا. أما والله يتجاوزون علينا، لا والله لا والله، نرد عليهم وبقوة. يزعلون خلي يزعلون، ونقول هذا حد بلدنا ولهنا وبس.